مواضيع كثيرة وقضايا كثيرة بحثناها مع مجموعة من الشباب اليمني بجامعة صنعاء بالعاصمة اليمنية. تحية لكل هالشباب وتحية لإدارة جامعة صنعاء اللي فتحتنا أبوابها وعرفتنا على نخبة من الشباب اليمني الطامح. خليني لكم انه الليله ضيف هالحلقه من اليمن اللي عاده بنسميه شيخ الشباب هو سعاده سفير اليمن في لبنان مساء الخير الاستاذ فيصل ابو راس. مرحبا انا الخوجة طلعت الدرجه هني فيصل قاسم الحمادي حنان محمد عبد الله انا سرحان. في احدى القاعات اجتمعنا مع حوالي 30 طالبا تتراوح اعمارهم بين 19 و25 يمثلون نبض الحياه اليمنيه الجديده ومستقبلها. بس الصوت اهم شيء يكون منيح. ايه تفضل. سجلنا مع الطلاب حوارا امتد لثلاث ساعات. ما اعتقدنا أنه من أكثر حوارات جولتنا عمقا وحيوية. اكتشفنا بعد عودتنا إلى بيروت أنه غير صالح للبث التلفزيوني. مشكلة في الميكروفون سببت رداءة في الصوت. آخ جمال اليمن أنسانا المصيبة. أكثر شغلة بفكر فيها أن أكون شخص المستقبل له عني أسهم في رفع الوعي لدى المجتمع اليمني. أقدم شيء يذكر المجتمع اليمني، اعلم من الاجيال، اكون نقطه تحول في المجتمع اليمني انهم يحسون الطلبه من حاله التخرج. احنا الان الشباب الذين نريد ان نطلب النافس في اكثر من دوله عربيه او النافس لحد العالم. وشو اكثر شيء بتخجل منه فيه؟ شيء بخجل منه انه اليمن في القرن 21 لا زالت المدينه هي مسيطره على النظام السياسي العربي. شكرا. اكثر شيء يفتخر فيه انه هو والدي. انا ما عنديش حاجه، احنا بعد نسمي والدي كمان الشخصي. واكثر شيء اخجل منه انه لما الناس يعرفوا ان اهلي يخافوا. ابوي هو محرك تلفزيوني وانسان مثقف وحنون احبه بس خلاص. احسن حاجه في حياتي يعني اللي بفتخر فيه ان انا متعلمه، ان انا يعني استعملت زواجتي فاصريت ان انا اكمل تعليمي واجلنا حاله الانجاب يعني لبعد الجامعه ان شاء الله باذن الله. الشيء اللي افتخر فيه هو نجاحاتي، رغم دراما المعوقات اللي صادفتني بس وصلت للي انا فيه، وهذه هديتي لماما طبعا. اما الشيء اللي اتفشل فيه ما بدور من اول علاقتي ولكن طيب شو اسوأ اهبل شغله عملتيها بحياتك؟ أهبل شغلة يعني. أهبل شغلة؟ أسوأ شغلة زواجي. أنت كنت مصرة على الزواج أو أهلك؟ لا يعني شيء زي كذا مش يعني بغنى بس اقتنعت بعدين يعني بس ما فيش فايدة. حلو صريحين. بنشوف في نبض قوي وفي اهميه كبيره للتعليم للفتيات خاصه وللشباب، هلا انه يعني الزواج بسن مبكر احيانا كثير يمنع الفتاه من استكمال دراستها الجامعيه. ولا لا شك انه عائق. بس يعني الرغبه في التعليم كبيره ومعظمهم تقريبا منخرطون في التعليم. في التحدي هو امام الفتيات الموجود خاصة في المناطق النائية، وهذا بحاجة إلى جهد من قبل الدولة إن شاء الله والمسؤولين. القات يمينا، القات يسارا، القات في كل مكان. سوق القات يرحب بكم، أهلا وسهلا في أكثر الأماكن شعبية في اليمن. والقات مضر للصحة، مضر للبشرية، مضر للناس. لو كانوا الناس يعني زرعوا بدل القات الفواكه والحبوب لكان أفضل. 70% من الرجال اليمنيين يتعاطون القات علنا، أما النساء فنسبتهم لا تتعدى 30%. بين البيع والشراء والأسعار نكتشف أن سوق القات الشهير هذا تدخله الكاميرا للمرة الأولى. موضوع تاني اللي شفنا أن الشباب والصبايا اهتموا فيه
باليمن هو الزواج المبكر. بداية السنة تبعنا موضوع الطفل نجود اللي أخذ يعني الصدى عالمي كبير، هالطفل اللي بعمر 10 سنين قالت لا للزواج، طلبت الطلاق والقاضي كان يعني المحكمة اليمنية لأول مرة بتاريخ اليمن طلقت هذه الطفلة كتشجيع لكل الفتيات اليمنيات اللي بدهم يقولوا لا لهذا الزواج. كلمني والدي وقالتي اني بتزوج في الاسبوع القادم، وانا ربط الزواج وهم زوجوني. وانت شو قلتي له؟ قلت لهم لا مشتيش الزواج. ليه؟ مشتيش الزواج، اشتي اكمل تعليم. عملتوا حفلة؟ عملتوا عرس زفاف؟ ايه عملوا لي حفلة. كنت باين ابكي مشتيش اروح البلاد من بين اسرتي الى بلاد غير بلادنا. كنت اجلس عند اسرتي واكمل تعليمي. وانت ولا مرة شفتي قبل العريس؟ لا، لان احنا تربينا في صنعاء ما بنعرف مش حق البلاد. هو كان من الريف يعني؟ ايه من الريف. عدت حوالي نص شهر في البلاد، عدت اسبوع في صنعاء 3 ايام، بعدين رحت المحكمة. وخبرينا عن هالنصف شهر اللي كنت فيه هناك. كنت اجلس ابكي وكنت اشترجع اني اتعلم في المدرسة. طب انت وشو اسمه هو زوجتي؟ فايز. طب انت وبس تقعدي تبكي، شو يقول لك فايز؟ كان رجل بس وحش. ليه شو عمل؟ وحش طيب، كان يجي يضربني ويصيح فوقي. يضربك لانك عم تبكي او؟ ايه. وشو يقول لك؟ انا بدي ربيك. ايه يقول لي ليش ابوك زوجني وانت الان تبكي وتشتي ترجعي بنصرتك وتشتي تقعدي للمدرسة. طب شو اسوأ شي كان بالزواج؟ كان يعاملني معاملة مش حلوة، كان وسخ وقليل ادب ويعاملني بمعاملة وحشة كثير. مثل شو مثلا؟ ما قدرش اتكلم. هو امارس معك الجنس؟ عملتوا عليه جنسية سوا؟ بالقوة بالاكراه؟ انا كنت بين اهرب وهو كان ما بلا لحقني وضربني ما بلا ولا غصب. يعني اغتصبك كأنه هو؟ ايه اغتصبني. وانت خبرت هذا الشيء للقاضي؟ ايه انا كلمت القاضي بكل الذي عمله والقاضي حبسه. هو بيستاهل هالشي كان؟ ايه يستاهل اكثر. جيتي على صنعاء عند اهلك وشو قلتي لهم؟ قلت لهم اني ما اشتيش واشتوى، وقلت لهم انهم ما عاد يخلونيش معه، ما رضوش اهلي. وبعد رحت المحكمة من دون موافقة اهليك؟ من دون موافقة اهلي. ومين اخذك على المحكمة؟ لوحدي. لوحدك؟ رحت عند القاضي قلت له يطلقني. كلمت مزوجة قلت له نعم، اخذني عند القاضي على البيت حقه. جلست عند القاضي 3 ايام وبعدين رجعنا على المحكمة. رحت لبيتنا انا والعساكر، بعدين حبسوا ابي. شو كان شعورك بس حبسوا ابيك؟ كنت فيها يعني كل ما اقول ابي حرام، كنت اقول ان ابي يستاهل لانه زوجني وعدني صغيرة. بس هو في كتير بنات باليمن بتجوزوا هن صغار. في بنات بس ما راحوا عشان المحكمة. وبس طلع الحكم شو حسيتي؟ فرحت لما القاضي قال خلاص طلقناش. انا فرحت. انت اليوم فخورة بحالك باللي عملتيه؟ ايه انا فخورة. شو بشو اكثر شي فخورة؟ انا فخورة انني رحت المحكمة وطالبت الطلاق، وهذا انني سعيدة انني فعلت هذا لي. وفي بنات كثير من الفتيات يعني اساعد نفسي واساعد البنات.